سنتيمتر ما بين واحد وواحد ما كاينش مشكل، ولكن باش يبقاو مسدودين راه ما عندها حتى شي معنى. سي زياد تفضل. هاد السدان ديال هاد المراكز راه اكرهات كثير اللي كيعرف هاد الفنان المسكين لحد الان ما اشتغلش. دابا ناخذ كلمه لسي زياد. الاخوان والاخوات اللي قالوا كلمه شكر وكلمه كلمه زوينه في هاد الحق ديال الشخص المبني. لكم جزيل الشكر، لان هذا هو الاساس من هذا اللقاء ديال الهيئه اللي هي مشكوره، الهيئه الوطنيه للمبدعين المغاربه، باش نبلغوا صوتنا للجهات المسؤوله في نقطتين اساسيتين نحاول ما امكن في اختصار نجمع، هي المنحه او المنح، نسميها المنح لانه كما تعلمون حيت كاين المنحه ديال المجلس البلدي والمنحه ديال المجلس الاقليمي والمنحه ديال المجلس الجهوي، وهذو ثلاث ديال المنح كانوا كيستافدوا منهم الجمعيات اللي هي بثلاثه، القانون اللي كاين في المجلس الاقليمي، والقانون اللي كاين في مجلس الجهه، والمذكره اللي جات المجلس الجماعي. كيعتبروا ان الجمعيات اللي في المجلس الاقليمي او على مستوى القانون ديال المجلس الاقليمي والقانون ديال مجلس الجهه، هذه الجمعيات التي تستفيد يجب ان تكون عندها المنفعه العامه. والمفهوم ديالهم الخاطئ ديال المنفعه العامه كانه بحال اللي بغا يديرونا بحال الجمعيات ديال السهول والهضاب. هو الفهم ديال المنفعه العامه هو ان هذيك الجمعيه ماذا تقدم؟ هذا الشيء ديال الجمعيات في المغرب كله ديال المنفعه العامه كاينين 222 جمعيه في المغرب، فهل هاد الاموال الطائله نعطوها ل 222 جمعيه؟ في حين ان كاينه ما يفوق من 30000 ديال الجمعيات على المستوى الوطني. اذا المفهوم الاول خاطئ، راهو من الناس اللي وضعوا التصور الجديد ديال القانون ولم ينتبه الى ان جينا كنطالبوا بالمنحه عاد انتبه قلنا حنا درنا خطا لان ما وضحناهاش بشكل جيد شكون هي المنفعه العامه. ولذلك هاد الشيء درنا فيه ماشي اننا العشير عزيز عليا دابا، لانه لقيناه جنبنا في الوقت اللي درنا هيلاله في مدينه القنيطره، وجمعنا كل ما يتعلق بهذا الشيء، شي تسمى راسو تنسيقيه وشي عنده اتحاد وشي عنده اتحاد ديال اتحاد وعنده شي واحد عنده اتحاد ديال اتحاد ديال اتحاد بزاف هما ديال الباترونات، وجمعناهم جمعناهم وكانت من ضمن الاشياء اللي غادي اللي ناقشناها ودرنا فيها عريضه وكذا الى اخره، هي المنحه على الاقل بعد ديال المجلس الاقليمي، وجلسنا ولكن مش ملي كيقلب على راسو وهربوا بعضياتهم وخلونا منفردين وما استفدناش. اذا هل المساله الاولى ديال المنح ديال المجلس الاقليمي وحتى ديال المجلس الجهوي. المذكره ديال وزاره الداخليه كانت كتقول او في الوقت اللي صدرتها ان المنح ديال 2021 ما يتحملوش او يتحملوهاش او ما يعطيوهاش المجالس البلديه، ولكن غتعطيها للاقل العمله، بمعنى الدراسه ديال الملفات تكون في العمله، والمنحه اللي مولف كياخذ شي شخص غادي ياخذها عن طريق العمله. اذا العمله اللي كتكلم، ولكن القراءه ديال الداخليه عندنا والعمله اللي عندنا في المدينه كانت خاطئه، فاذا به حرمت ماشي فقط حنا باقيين ديال 21 ما غاديش ناخذوها، و20 ما خديناهاش اللي هي من حقنا. كتجي مذكره ديال وزاره الداخليه ديال العمله ماشي ديال الداخليه للبلديات، وكتقول لهم لا راه حنا اللي مسؤولين وما تعطيوش المنح، حقا كاين كورونا وحقا كاين داكشي غادي داكشي غنجمعوه غادي نديروه في الصندوق وغادي نعطيو الزعوم. لان الجمعيات ديال المنح ديال 2020 تم حرمان الجمعيات بكل اصنافها الثقافيه والفنيه الا البعض من الرياضيه لانه عندهم واحد النظام اخر ديالهم، هادشي كله تحرموا من المنح اشهر وغادي ينتهي كل شيء وحتى واحد ما بقى لا يتكلم معك ولا حتى شي حاجه. اقترحنا مع في اطار الهيئه ولو نعرفوا بان حنا ما ناخذوش خاص تكون واحد الحركه. الجمعيات في مدينه القنيطره ما مسوقينش باش وغادي نديروا فيها عريضه وغادي نحطوا علاش يا سيدي حرمتونا من 20 وحنا حنا على 21 ما تحرموناش باش ديال جوج دريم جمعيه قد الخلا كتاخذ 2000 درهم هي اللي غتخلق المشكله 4000 درهم 10000 درهم كاع. هذا هو البلافون، راه البلافون ديال الجمعيه الثقافيه والفنيه 9000 درهم. النكته هذه زوينه يمكن نكتبوا عليها، واحد كيحط مشروع باللي دايروا في العام كذا وكذا
دير 12 مليون 14 مليون 30 مليون وكتعطيه الجامعة 3000 درهم. واش عطاتو على الأنشطة؟ وعلى الأنشطة عطيك يعني ديك 12 مليون تعطيني 3000 درهم. بمعنى هو كيعطيك باش كتشري ستيلو باش كتشري. أولا فهاد الواحد حيت هي مخلط حيت واحد كيمثلها وزير أضعف وزير ديال الشباب والرياضة وديال الثقافة اللي عرفاتو المملكة المغربية هو لا ماشي وزير الكفاءات لأن لا يفهم ولا حتى حاجة لا في الشباب والرياضة أو الشباب والرياضة ولا في الثقافة. الراجل ما باغيش يخرج الدعم ديال 2021 حيت إلا تحلوا المسارح يفرض عليه فرضا أنه يخرج الدعم باش نخدموا ماشي بالضروري يعطي لكل شيء ولكن يخرج هذيك 6 مليار ولا مليار و 500 مليون اللي كتخرج ديال الدعم خصها تخرج. إذا ما دام المسارح مسدودة هو الدعم بقى جيبو أو بقى الصندوق ما يخرج بمعنى ما كاين لا حركة مسرحية ولا حركة ثقافية ولا جمعيات غادي يجتهدوا ولا غادي يديروا أنشطة ولا مهرجانات ولا الشعر يديروا الشعر ولا الموسيقى يديروا الموسيقى ولا المسرح يديروا المسرح ما غايديروا حتى حاجة. علاش؟ أنا المبرر وأنه خاطئينكم فيما ديروا. بالمقابل هل يستطيع أن يغلق هنا في كوليترا؟ أنا طلبت قاعة فيها ثلاثة ديال الناس بوحدي أنا وكاميرامان واحد السيد غنكون معاه باش نديرو واحد المشهد ديال اليوم الوطني اللي بصح طلب منا بشدة. السلطة رفضت أنني ندخل لواحد القاعة ديال البلدية في حين أسبوع والمسرح ديال المنطوفه مفتوح. هل يستطيع وزير الثقافة أن يغلق المسرح ما تابعش ليه؟ المسرح نحن نستطيع لأن بإمكاننا أن القاعة بحال هذه اللي عندنا فيها 200 مقاعد أصلا هي قبل كورونا كانوا كيجيوها 50 سنة. شكون هذا المسرح اللي كيجي عامل؟ كتوزع الدعوات وكتطلبو وكتقول لي في السنة شري القهوة غير جي تفرج وما كيجيش وما بالك كورونا بمعنى حنا قادرين القاعة فيها 200 غادي نوزعو 100 ديال الدعوات وغنجيك 40 ولا 50 وغنديرو التباعد وغندوزو. شكرا سي نقطة أخيرة هذه كتسجل عليه التاريخ رغم انه فيها استفاده ماديه لانه حنا حقنا هذا ديال هذا يسموه الدعم الاستثنائي كيسالنا واحد ربعه ديال العروض فرض علينا ان نقدم العروض امام الكراسي الفارغه باش يعطينا ال 50% وحنا كجمعيات ما غاديش نقول برؤوسنا ولكن غادي يمكن نقولوه راه حنا مشينا ايه صحيح للقاعات ولكن لم نعرض لبسنا حوايجنا وصورنا خمسه ديال الدقائق وعطينا داك الشيء ومشي عطينا فلوسنا حرام عليه لانه هو الجماهير خصها تستمع وحنا دايرين المسرح للجماهير ماشي للكراسي. فرض عليك ان تذهب الى القاعه واحد الفرقه جايه من وجده للقنيطره ضربه 500 كيلومتر باش تلعب امام كراسي الفارغه كلشي محلول حتى 11 الليل الا المسرح. واش علاش قلت لكم بلي المبرر هو عدم اخراج الاموال من الصندوق باش تمشي وباقي على الكذوب. السلام عليكم من الهيئه الوطنيه المبدعه تنقول الجهات المسؤوله صراحه خاص بالمسارح تفتحهم اركين المسرحيين عندهم عائلات وقصر عايشين في قاعة المسرحيه وكذلك موسيقيين وفي اغلب الاحيان تيجيني هذا الشيء بالعاني كما تيقولوا مستهدف علاش الاسواق التجاريه كلشي عامر شوارع عامره الا المسرح مسدود علاش؟ الا كان هذا الشيء مستهدف راه حشوم عليكم راه بالفن تزيدوا القدام الله يجزيكم بخير. كنشتغل على مسرح الدكل وكنشتغل على الفولكلور الدكل الرقصات الجماعيه ديال الاطفال انا مدرسه اطفال وضعيه اعاقه كنتمنى ملتمس من ليلى حجاج كدير مسرح الطفل وما عندهاش مقومات مسرح الطفل كيبقى كينقصني بزاف نلتمس منهم انهم يديروا لنا دورات تكوينيه باش يدعمونا باش نعطيو المسرح للاطفال على اكمل وجه ما نعطيوش ليهم ناقص. الطاقة ديال بعض الأعمال ديال اللي داز في الباشا الطاقة أكثر من الجمهور اللي كيحضر عندنا هنا هنا كاين تناقض. عندي واحد الرسالة لوزير الثقافة. الوزير الثقافة هذا اللي جا شفتو ما دار حتى شي حاجة مع الفنانين. لأن حنا واحد الضربة تقريبا عام ونص وما خدامينش لا الموسيقيين ولا المسرحيين ولا الفنانة وما خرجش واحد الوقت في رمضان ديال العام الأول.
حالي حنا زيد التليفون الو اش دير انت مديريه البنوك الرباط مديريه البنوك الرباط الو اش دير خدام عندي في بلاصه ريسيس لا ما عنديش صافي راه غادي نقيلو نشجو فرحنا قلنا الله خير كاين شي دعم الوزير غادي يحن علينا تقريبا دابا هادي عام ونص ما كاين لا دعم حنا ما كنطلبوش كاع الدعم حنا غير مسالي كيفاش انا كنشوف انا الناس في المقاهي عامرين حمامات عامرين التجاره عامره والمسرح مالو لان البريبار ديال الناس ماشي ممثلين تلفزيونيين في التلفزيون ما تيعملوش في التلفزيون تيعملو في المسرح البريبار تيعيشو من المسرح تيعيشو من الكاشي ديال المسرح سد لينا الابواب ديالنا حرمنا من حقنا حقنا الدستوري خصنا نخدمو اسيدي تحب تسير المسرح عطيني تعويض عوضني عطيني تعويض لان انا خدام بريفي ما خدامش معاك خدام مع الجمهور خدام مع الجمهور باش تسد علي راسي وتسد لي المساليح تحمل مسؤوليتك تحمل مسؤوليتك امام الله وامام الشعب لانك مسؤول سيدنا دارك انت باش تحل المشاكل ماشي باش تسدها ماشي الناس يجيو عندك وتسد بيبان ما تستقبلهمش شكون انت غتكون في هذا الكون حيت حنا كنا انا اللي تبعي وصي على اللي حملنا على اللي يستقبلنا ولهذا تنشير لوزير الثقافه وزير الثقافه خصها تعاون الفنانين المحترفين اللي ما عندهمش الصوم غتعيشوا بواحد الوضعيه مقهوره حنا ما تنقولوش عاوننا حنا غير مساعي الخدمه السلام عليكم سؤالي بسيط جدا وما عندكمش تعرف طرح السؤال هو سؤال واحد هل الفنان بصفة عامة واش ولد الوطن ولا ماشي ولد الوطن بغينا غير نعرفوا هذه المسألة هذه واش الفنان رقم بعد فصيلة ولا رقم أساسي باش نتفاهموا على القضية هذه السيد الوزير هذا سؤال لك أنت إلا كنت كف وجدير هذاك الكرسي اللي هو كرسي وزاري فرع عندك بزاف ديال الحوايج باش انك تسوق بلاد بالعشوائيه راه انا غنقولها لك بكل صراحه تقبلها مواطن عادي شعارو في الوطن يا الله الوطن الملك فمن هذا المنبر هذا كنقول لك راه الناس فايقين والناس تعرف ما لها وما عليها باش تعرف بان باش يكون العالم كله حاله الا القاعات اللي كتعرض فيها يعني جميع الفنون سواء المسرح او الموسيقى او التشكيل او 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 الفنون جمعاء واش سؤال واحد واش هذا يعني يعني مقصود او لا سوء التدبير واش حلتوا ما عرفتوش راسكم واش نديروا او انتم قاصدين هادشي ولا حيت انتم عارفين بان الفن هو المدرسه الكبيره لكل الامم فاللي كنطالبوا السيد الوزير راه هذيك بلاصتك راك مدير فيها ما مديرش فيها بانك راك انت راه غير جالس كتخلص كتشد المنطا ديالك ما مسوقش اللي بغى يموت يموت اللي بغى يعيش يعيش فهذا راه حرام لا عليك لا وطنيا ولا تمع سيدي ربي غدا يوم القيامه شنو غتقول ليه انت ماشي كف خوي بلاصتك خلي واحد لينا حنا راه هنا كيما قال سيدنا هذا راه مغرب هذا مغرب ديال اليوم هذا مغرب ديال الكفاءات هذا راه ماشي مغرب ديال باك صاحبي هذا ماشي مغرب ديال غني واللي يدي شي كرسي كيدير اللي بغا وانا اقولها براسي عالي لانني انا مغربي حتى النخاع وانا فنان انا ما غنبقاش نشكي انا راه ما كنهضرش باش انا كنشكي يعني راه كنبكي انا راه كنقول لك ما لك وما عليك قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي